السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم عبد الله الغنيم، مساعد العميد لشؤون التقنيات بعمادة المكتبات. بشكل سريع راح ناخذكم بجولة ونعرفكم كيفية الدخول إلى قواعد البيانات أو بما يسمى الليبرانت. في البداية نذهب إلى الموقع الرئيسي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كما هو واضح أمامكم، ومن ثم الذهاب إلى الأسفل حتى نجد كلمة ليبرانت أو المكتبة الإلكترونية. نضغط كليك عليها، راح تدخلنا إلى صفحة مثل ما أنتم تشاهدون الآن. في عندنا Search in Library Catalog وهو البحث في فهارس المكتبات، و Search in LibraNet وهو البحث في LibraNet، وآخر خاصية اللي هي البحث في LibraNet و Library Catalog اللي هي فهارس المكتبات. طيب الآن لو نلاحظ على اليمين كما هو موضح الآن أمامكم، في عندنا كلمة LibraNet. إذا أنا أبي أبحث في قواعد البيانات الموجودة في عمادة المكتبات أضغط عليها كليك، راح تدخلنا إلى الصفحة اللي أنتم شايفينها الآن. هذه أمامكم الآن قواعد البيانات المشتركة فيها عمادة المكتبات. في ملاحظة بسيطة، إذا أنت الآن مررت الماوس على أي وحدة من هذه القواعد البيانات اللي أمامكم راح تلاقي نبذة مختصرة عن ما تحتويه هذه القاعدة أو ما تحتويه قاعدة البيانات. فلو ذهبنا مثلا إلى قاعدة البيانات الإي معرفة راح نلاقي باللغة العربية ملخص عن ما تحتويه الإي معرفة، وإذا ذهبنا إلى الهيومن إندكس راح نلاقي أيضا نبذة مختصرة عليها، وكذلك الاي ترابل اي اكسبلورر اللي هي على اليمين الآن نبذة مختصرة عن قاعدة البيانات هذه وما تحتويه من عدد الكتب وعدد الاي جورنال. الآن باستطاعتي أنا عن طريق أي قاعدة من القاعدة هذه، مجرد أني أنا أضغط عليها أعمل عملية بحث عن طريق إدخال اليوزر نيم وإدخال اللي هو الباسورد. إذا كنت أنا أدخل من خارج سيرفر الهيئة فضروري أن احنا نحط اليوزر نيم ونحط الباسورد علشان نقدر ندخل إلى قواعد البيانات ونقدر نستفيد منها. أما إذا كنت تدخل من داخل سيرفرات الهيئة ليس هناك داعي انك انت تحط اليوزر نيم او تحط الباسورد. مثل ما انتم شايفين الان دخلنا على قاعدة البيانات الكابي ونقدر احنا نعمل سيرش في المنطقة هذه، نقدر احنا مثلا على سبيل المثال فود مثلا ونعمل سيرش راح يطلع لنا قواعد البيانات اللي تتكلم عن الفود او عن الغذاء. هناك ميزة جميلة واللي هي الديسكفري سيرفيس. مثل ما انتم واضحين الآن الديسكفري سيرفيس لو أضغط عليها أستطيع عن طريق الديسكفري سيرفيس أبحث في جميع قواعد البيانات المشتركة فيها الهيئة، بدل لا أذهب إلى كل قاعدة بيانات وأعمل عليها بحث. بالخلال الديسكفري مثل ما انتم مثل ما هو واضح امامكم الديسكفري سيرفيس، خاصية الديسكفري سيرفيس اقدر انا ابحث في جميع قواعد البيانات بضغطة زر واحدة. فلو اعمل سيرش الان فراح يطلع لي كل المعلومات او كل الكتب اللي تتعلق بعملية او كلمة فود، مثل فود المايكروبولوجي، مثل الفود يعني الفيروسز ان فود مثل ما انتم شايفين هنا. اتمنى ان يعني الشرح يكون وافي وكافي،
وعمادة المكتبات على استعداد للإجابة على استفساراتكم، وأي معلومة تحتاجونها أبواب العمادة مفتوحة لكم، وشكرا جزيلا.